لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أننا نعيش اليوم في عالم معقد تحكم علاقات دوله المصالح، لذا يجب علينا النظر للعلاقات العربية بشكل أكثر عمقا، وأن يكون البيت العربي حاضنا للمبادرات التي تلم الشمل وتعزز الوحدة العربية. وحث سمو الإعلام الخليجي والعربي إلى استغلال أجواء الحرية والديمقراطية وأن يكون صاحب مبادرة لا قائما على ردة الفعل، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات الأوضاع وطرح التحليلات والأراء التي تسهم في تنوير الرأي العام والتوعية بالمخاطر والتحديات المحيطة بالمنطقة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء مجلس النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن التشاور والتفاهم هما الصيغة الراسخة التي تميز أهل البحرين ويستندون إليها لخدمة تطلعاتهم المشتركة في تحقيق ما نصب إليه جميعا من أهداف وغايات تصب في صالح الوطن والمواطنين. وأعرب سموه عن اعتزازه بما تجسده مملكة البحرين من نموذج ديمقراطي متطور نجح في إرساء أسس متينة للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة المصلحة الوطنية. وقال سموه إن المجتمع البحريني لديه من الوعي ما يكفي لتفهم الظروف الدقيقة والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وإن مواقفه التي حافظت على وحدة الوطن وتماسكه لا تزال خير شاهد على ما يكن هذا الشعب من إخلاص وتفاني في خدمة وطنه. وأشار سموه إلى أن الحكومة توالي بذل الجهود التي تدعم القطاع الخاص وتهيئ بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تقديم المزيد من التسهيلات وتبني الإجراءات والتشريعات التي تدعم مسارات النمو على مختلف الأصعدة. وأضاف سموه أن نهج الحكومة قائم على الانفتاح والاستماع لجميع الرؤى والأفكار التي تطرحها الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز التوجهات التنموية وحل أي أمر قد يشكل عائقا في طريق ما نصب إليه من غايات تنموية طموحة. ونوه سموه إلى أجواء حرية التعبير التي تنعم بها البحرين والتي تتيح للجميع فضاء لتداول الآراء والأفكار، مشيدا سموه بدور الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة في مسيرة العمل الوطني وتوجيه المجتمع إلى ما يخدم مصلحته وأمنه ومعيشته واستقراره.